السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية سادس. اليوم إن شاء الله رح نكمل درس الجزء من 10,000. أخذنا المرة الماضية كيف نحول من كسر عادي إلى كسر عشري، أي الكسر العشري لازم يكون في عندي فاصلة عشرية، الكسر العشري لازم يكون عندي فاصلة عشرية. وحكينا كيف بيكون عندي تقسيم المنازل، اللي جنب الفاصلة مباشرة جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10,000. هلا أكبر الصورة. إذا هون كان في عندي أعداد صحيحة 13 وعدد صحيح، الأربعة جزء من 10، واحد جزء من 100، خمسة جزء من 1000، الصفر جزء من 10,000. هلا اليوم بدنا نتعلم كيف نقرأ هاي الأعداد العشرية بين الكلمات. الرقم الأول، طبعا في عندي هون عدد صحيح هو 13، اللي بعد الفاصلة هي المنازل العشرية، 13 صحيح و محل الفاصل زي كأني بدي أحط 4,150 من إيش؟ هل من 100؟ هل من 10؟ هل من 1000؟ هل من 10,000؟ طبعا من 10,000. ليش؟ لأنه عندي 4 منازل، وال 10,000 كم صفر عندها؟ 4 أصفار. إذا من 10,000 13 صحيح، بتكون الكتابة الصحيحة 13 صحيح، و زي كأنه محل الفاصل أنا حطيت 4,150 من 10,000، وأربعة آلاف ومئة وخمسون من 10,000. العدد الثاني ما عندي رقم صحيح، ما في عندي هون عدد صحيح، 928 من 10,000. ليش من 10,000؟ لأنه 4 منازل، والعشر آلاف 4 أصفار في 4 منازل. 928 من 10,000. في عندي هون رقم صحيح، مين هو؟ الخمسة. خمسة صحيح يعني بدي أحكي و اثنان من إيش؟ من ألف. ليش ألف؟ ثلاث منازل، والألف كم صفر إله؟ ثلاثة. خمسة صحيح واثنان من ألف. العدد الأخير في عندي رقم صحيح، هاي اللي بعد الفاصل رقم صحيح، 13 صحيح، 13 صحيح، و زي كأنه محل الفاصل هو 9,621. 9,000 أول إيش بقرأ الرقم طبيعي زي ما إحنا متعودين وعارفين، 9,621 من إيش؟ من 10,000. ليش من 10,000؟ لأنه عندي 4 منازل، وال 10,000 4 أصفار، و 900 و 9,000 وستمائة وواحد وعشرون من 10,000. 13 صحيح، وتسعة آلاف وستمائة وواحد وعشرون من 10,000. القيمة المنزلية، من القيمة المنزلية فقط العدد 7 بهذا الأرقام. هلأ يا سادس، اللي بعد الفاصل العشري هي أرقام صحيحة زي ما حكينا، هلأ اللي قبلها هي عبارة عن منازل عشرية، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10,000، زي ما حطينا على لوحة المنازل رح نمثل بهذه الطريقة. ما القيمة المنزلية للرقم 7 في كل الأعداد العشرية التالية؟ طبعا هون إحنا أعداد صحيحة، شو تكون كأنه ما يعني نعتبر إنه هاي مش موجودة عندي الفاصل العشرية. كم بيكون عندي قيمته؟ 70. لو كانت 7 هون 700، لو كانت 7 هون 7 زي ما تعلمنا بالصف الخامس. القيمة المنزلية لهذا الرقم 70 في حال ما عندي فاصلة عشرية، إذا 70. شو القيمة المنزلية للرقم 7 هنا؟ طبعا على لوحة المنازل، على لوحة المنازل شو كانت قيمته هاد؟ هون شو بيكون اللي بجنب مش العدد اللي بجنب الفاصل، اللي بجنبه كان جزء من 100، إذا شو قيمة السبعة؟ 7 من 100. 7 طبعا حطينا هيك 7 من 100. شوفوا يا سادس، طبعا هون في حال بدي اشوف شو الجزء من ايش، يا ما بكتبها 7 من 100 او بكتب جزء من 100 او بمثلها بهاي الطريقه. المهم ليش من 100؟ لانه اللي بجنب الفاصله جزء من 10، هون عندي جزء من 100، هون جزء من 1000. السبعة جزء من ايش؟ طبعا هون 10، 100، 1000، 10,000. 7 من 10,000 او جزء من 10,000. 7 من 10,000. طبعا هون بدي القيمة المنزلية للرقم 7، بتذكر لوحة المنازل، أنا الرقم اللي كان عندي آخر إشي من 10,000، إذا 7 من 10,000، كيف بعملها بالطريقة هاي؟ 7 من 10,000 بحط 3 أصفار قدام، هون 7 من 100 صفر واحد، لأنه عندي المئة منزلتين، والعشر آلاف 4 منازل. كمان مثال، ما القيمة المنزلية للرقم 4 في كل من الأعداد التالية؟ نفس الشيء، هون شو كان عندي على لوحة المنازل؟ 4 من 10,000، إذا 4 من 10,000 أو جزء من 10,000.
عندي هون رقم 4، ايش ايش عندي قيمته المنزليه اللي بجنب الفاصله؟ كان جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. اذا جزء من 1000 شو بنحكي؟ 4 من 1000، او بنكتبها بهاي الطريقه، اما بهاي الطريقه او بهاي الطريقه. طبعا هون 4 من 10000، 4 من 10000. ليش حكينا من 10000؟ لانه 4 من 4 ال 10000 اللي هي عباره عن 4 اصفار، في مقابلها 4 منازل، 1 2 3 4. هون في عندي 4 من 1000 كمان مره، هون جزء من 10، من 100 من 1000، 4 من 1000 بنحط صفرين محل اللي قدامهم. هلا هون 4 من ايش؟ ما في عندي هون جزء من 10 جزء من 100، نحكي 4 من 100 نفس الشيء، 4 من 100 او بنكتبها بهاي الطريقه، 4 من 1000، 4 من 100، 4 من 10000. هلا هون اللي بجنب الفاصل على الشيء شو بتكون قيمته المنزليه؟ نفس يا سادس على لوحه المنازل، القيمه المنزليه نفس المبدا اللي عملنا عليه على لوحه المنازل. هون شو بده يكون عندي القيمه؟ من 10، اللي بجنبها من 10، واللي بجنبها هناك شو بتكون عندي؟ جزء من 100، وهون جزء من 1000، وهون جزء من 10000. تمام، جزء من 10000. اذا هون جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10، وجزء من 10000. رح نعمل نفس الطريقه. تمام، طبعا اتذكر، بس بدي اذكركم فيها لوحه المنازل. هيا يا سادس، لوحه المنازل اللي اخذناها المره الماضيه كان في عندي فاصله عشريه، جزء من 10 مثلا بدي امثل هذا. مين الجزء من 10 هون؟ 2. شو الجزء من 100؟ 6. جزء من 1000؟ 7. من 10000؟ 1. الفاصله بنزلها، هاي اعداد صحيحه. الاحاد عندي 4، والعشرات 100، والمئات 3. هي طلعوا يا سادس اللي بجنب الفاصله جزء من 10، هون جزء من 100، جزء من 1000، جزء من 10000. فانا مثلت بهاي الطريقه. اخر شيء كيف اكتب الاعداد بالارقام؟ في عندي بالكلمات، هلا بدي اكتبها بالارقام العكس. 43 صحيح، هيني كتبت 43 صحيح، بحط فاصلة عشان أشوف شو الجزء. وسبعة من 100، هاي سبعة من 100، من 100 يعني لازم يكون كم منزل عندي هون؟ منزلتين. ليش عندي هون حطيت صفر؟ لأنه المئة هي عبارة عن صفرين إلها، فلازم يكون مقابلها منزلتين. سبعة من 100، لو حكالي سبعة من 1000 بحط كمان صفر. كمان مرة 43 صحيح، ومحل الواو بحط فاصلة. سبعة من 100، سبعة من 100، هي سبعة من 100. ليش مني حطيت صفر لقدام مش أكثر من صفر؟ لأنه من 100 منزلتين. 68 صحيح، على السريع بحط 68 صحيح، بحط فاصلة. وثلاثون من 10000، هي 30، حطيت 30. شو من 10000؟ يعني كم منزلة؟ يعني 4. ليش؟ لأنه 10000 4 أصفار، بحط صفرين قدام. ليش؟ هسعدوا المنازل، 1 2 3 4. وال 10000 كم صفر إلها؟ 4 أصفار، إذا نفس الشيء بده يطلع. 17 صحيح، و 57 من 10000. 17 صحيح، يعني بحط 17، ومحل الواو بحط فاصلة. 57 من 10000، بحط 57 أول شيء، بعدين بشوف شو يعني 10000. يعني بده يكون عندي كم صفر؟ صفرين. وإحنا حكينا المرة الماضية لما حولنا الكسر العادي لعشري ما بنحط الأصفار على اليمين، قدام الرقم اللي أنا معطى عندي. 57 من قديش؟ من 10000، 10000، 10000، يعني كم صفر؟ 4 أصفار. أنا عندي هنا حطيت رقمين، يعني ناقصني رقمين بحطهم، ناقصني رقمين حتى يكونوا 4، 1 2 3 4، هيك بتعادل ال 10000. كمان مرة، 17 الصحيح هيني حطيت، هو فاصلة. 57 هيني حطيت 57 من 10000، لازم يكون من 10000. طب أنا بعرف إنه إيش؟ إنه ال 10000 كم صفر؟ 1 2 3 4، معناها شو لازم يكون عندي هون كم منزلة؟ 4، 1 2 3 4. طب نقص علي منازل، أنا عندي بس 57، من وين أجيب؟ شو أعمل حتى يكون عندي 4 منازل؟ بحط صفرين قدام الرقم. بدهم من 100، أموري تمام، 57 من 100 ما بحط ولا صفر، لأنه ال 100 أصلاً إلى صفرين. طب حكولي من مثلاً من 10 فقط، بكون عندي رقم 1، تمام يا سادس كيف؟ إذا حسب ال 10 يعني رقم، لأنه صفر 1، ال 100 كم رقم بده يكون عندي هون؟ صفرين، لأنه ال 100 إلى صفرين. من 1000 كم منزلي لازم يكون عندي هون؟ 3. ليش؟ لأنه ال 1000 3 أصفار. من 10000 كم منزلي لازم يكون عندي هون؟ 4. ليش؟ لأنه ال 10000 4 منازل. تمام يا سادس؟ هيك بنكون خلصنا الدرس الأول. عليكم واجب فقط سؤال واحد واثنين، تمارين ومسائل صفحة 59. يا ريت يا سادس تحلوا الواجب وتبعتوا لي إياه على المنصة، ويعطيكم ألف عافية. وأي سؤال يا سادس نستفسر، أي سؤال برضه في الزوم، أي استفسار برضه بحصة الزوم إن شاء الله بنرجع بنعيده هذا كله. يعطيكم العافية.